من القيروان وعلى الأمواج أيضا الإنترنت، على لايف ستريمينج وعلى القنوات العالمية، نسمعها في كل مكان من العالم عبر صحيح. الإنترنت. هاي وحبينا تكون انت هذه الحلقة الأولى على فكرة، هذا حبينا مهدأ. الشخصية الرئيسية تخرج من يعني مهد الموسيقى العربية التونسية الرشيدية والفن التونسي الأصيل، وانت يا أستاذنا قمت الكثير من البحوث في هذا المجال، يا ليت تحكي لنا شوية على الفنان القدير قدور سرافي. مرحبا واهلا وسهلا بمستمعينكم، وان شاء أهلا، الله اذاعه تكون مشعه في كل انحاء العالم كما قلت. الله فيك. اذا نعود، قدور صرافي هو شخصيه متكامله، رياضي، ملحن، عازف، قائد فرقه، مثل تونس في عديد التظاهرات، كل صفه من الصفات تستحق ربما حديث مطول. احنا مش نختصره بالضبط. الحديث ونقول هو ابدا كرياضي في الجمعيات اللي كانت في الثلث الاول من القرن العشرين، كان يمارس الجمباز وكان من المع الرياضيين. نعم، ادخل الموسيقى وتعلم عديد الالات الموسيقيه سواء النحاسيه او الكمانجه اللي هي آلته الاساسيه، وكان يعزف العود والرباب كذلك. نعم، آخر حياته كان في الفرقة الوطنية للفنون الشعبية يعزف الرباب، نعم، وترأس وقاد عديد الفرق الموسيقية سواء فرق متاعه وإلا شارك في فرق المطربات الكبار اللي كانت وقتها كما فتحية خيري وعلي الرياحي وغيرها، وكان نعم، قائد فرقة مايسترو، يعزف مايسترو يعزف الكمانجة، يقود بالواقفة كما يعني برشا في زمانه هما، نعم، زمان نتاعو هو ما كانوش يخليوا الآلة ويشدوا بيديهم لا ولا كما رضا القلعي مثلا، بالباقات كيما رضا القلعي. نعم. من بعد دخل الرشيدية وكان من أهم العازفين فيها، من الرشيدية مشى الإذاعة، فرقة الإذاعة، وساهم في تسجيل نوبات المألوف التونسي كما الأصبهان الأصبهان وغيرها، نعم، وكان هو يؤدي الاستخبارات في الفارغات نتاع النوبات، كما كان يؤدي الاستخبارات هذه في عديد الأغاني التقليدية كما مع صليحة وصليحة وغيرها، أي، معروف التقاسيم نتاعه واستخباراته في راس الذيل وبحيرة العراق وغيرها. لحن العديد من الأغاني للأبرز الفنانين اللي في عصره هو، عدد منها بطبيعة حال مشهورة الأغاني بتاعه، لنمثلك بالشمس ولا بالقمرة. كان يختار اللون التونسي في ألحانه، ولكن زاد امتاز في اللون المشرقي مع عديد كما يراعي الغنم أداتها صفية شامية وغيرها. من المعزوفات عنده ما شاء الله من المعزوفات التقليدية كما السماعيات، أبرز معزوفة هي فرحة في راس الذيل، يعرفوها الناس الكل، اشتهرت اللي هي صحيح، اشتهرت برشا، نعم، وتعتبر تمثل محطة من محطات الموسيقى التونسية في النصف الأول من القرن العشرين، باعتبارها جات في ظرف نالت فيه تونس، حصلت فيها على استقلالها، استقلال، نعم، وكانت في الجو التونسي بتاعنا اللي بين التقليدي والموسيقى الشعبية الحضارية. قدر صرافي إذن عازف كمانجا متميز، النسق متميز، خذا النسق والأسلوب متاع اللي قبله هو، خاصة خيله صغير، خيله صغير اللي معروف كان يستخدم في الطبوع التونسية، عبد العزيز جميل، أي ما شاء الله، اللي هو نعم، اللي كان كذلك نفس الأسلوب. بعده هو ناصر زغندة، خذا نفس الأسلوب، يعني يعتبروا هذوما من ابرز بلقاس معمار، زاد صفاته بعد موما بلقاس معمار، صحيح، أيوة، اللي هو ملكاف، أيوة، وكان يعزف تونسي، أهو، والقائمه الحقيقه طويله، لكن هذوما حتى من شباب اليوم ما شاء الله برشا يعزفوا على الطريقه التونسيه. اذا هو رجل جمع فاوعى عفوا، صحيح، و قلت كان عازف متميز، قائد فرقة،
لحن العديد في مختلف الأساليب الموسيقية التونسية والمشرقية. أنا خلطت عليه في الرشيدية في السبعينات، كان وقت اللي دخلت أنا الفرقة الرشيدية عام 1971، كان هو قائد الفرقة، وسجلت معاه في التلفزة التونسية نوبة الأسمهان. كان معايا زميلي وخويا عبد الكريم صحابه، وجيلي أنا سلاح الدين المانع. سلاح المانع طبعا. بليت تتذكرش سي فتحي كان معكم عازف قانون سي محمد المكني. سي محمد المكني بطبيعة الحال هذاك زميلي الله يرحمه. الله يرحمه نعم. القرواد. نعم. من القرواد عازف معنا بطبيعة الحال. نعم. عازف معنا النوري الرباعي ربي يطول عمره. كانوا مع بعضهم في التسجيل. نعم. مع بعضهم في التسجيل. محمد المكني اللي جاء من قروان لتونس. نعم. وسجل معنا فعلا. وشي خالد السديري في المجموعة الصوتية الله يرحمه. الله يرحمه. وعدد كبير من من زملائي اللي فيهم اللي ربي يرحمه، فيهم اللي ربي يطول عمره. كيما العربي الوشني توا كمان جاتي شكون مازال يعرفه. صحيح. سافر لفرنسا عام 72. وكان معنا في الرشيدية. سي فتحي استاذي الكريم، ما نجمش نخلي الفرصه تمر ونحكيوا على العازفين الكمانجه في تونس وفي الطبوع التونسي، وما نجمش نذكر الفنان القدير رياض عبد الله اصيل القيروان. طبعا. والفنان القدير بشير سالم المايسترو بشير سالم، شو رايك؟ شاطرني الراي ولا؟ طبعا رياض اخي وزميلي ومن تقريب من جيلي، انا يمكن اكبر منه شويه. نعم. ومعناها يحذق اللون التونسي من القلايل. صحيح. سي بشير السالمي هذاك حدث ولا حرج، بارك الله عليه، يعتبر من احسن بالنسبه لي انا. نعم. من احسن من يعزف الكمانجة في الطبع المشرقي المصري وكذلك في الطبع التونسي. دقيقه هذه توا فما رياض بن عمر في سوسه. صحيح. استاذ فتحي بوسنينه ايضا. فتحي بوسنينه اللي هو شد فرقه الرشيديه في سوسه. وجو مدينه سوسه. نعم. اي ويعزف الكمانجة ويعزف الآلات أخرى. نعم. عديد في صفاقس ما ننساوش هذاك كيف كيف من الجيل اللي بعدنا احنا. المرحوم الحبيب الزوج. الحبيب الزوج الله يرحمه. وجاي الحبيب الزوج كان يعزف الرباب وكمانجة. جميل الكمانجة كثير. نعم. اي القائمة طويلة. القائمة طويلة. على كل حال هو قدر الصرافي ابناء وواصل المدرسة التونسية اللي بدات تظهر مع كما قلت لك خيلو الصغير حببنا مكارهنا كعازف كمانجا يحط الكمانجا على ركبته. نعم. وبعد ولا يعزف كما يعزفوا في اي بقعه من الكمانجا في العالم يعني تحت الذقن، واول واحد بقوسين اللي وضع الكمانجا تحت ذقنه هو محمد التريكي. محمد التريكي. نعم. ايوه كنت باش نقول. أيوة. نعم. اي بالضبط. كانوا كيما جميل كيما غيرهم. استاذي استاذي فتحي زغند نتفاعل معك اذا تسمح لي. انا نرى انه المرحوم عبد العزيز جميل ما خذيش برشا حظه، رغم الاستخبارات ونسمعوها ما شاء الله حاجه فوق الخيال، جميله برشا في كثير من الطبوع التونسيه، وكان حلو برشا في العزف، لكن بصراحه تو حتى عازفين كمانجا ربما ما يذكروش ما يعرفوش. ما يذكروش لانه للاسف الشديد في الستينات هو يكون منه شادي القليبي. نعم. اللي هو كان مدير اذاعه في الستينات. صحيح. الله يرحمه الاستاذ الكبير شادي القليبي. قبل ما يتولى وزاره الثقافه، قبل ما يتولى. لا قبل. نعم. قبل. أي. كان شد اداره الاذاعه التونسيه. نعم. ونادالو هو و ثلاثه اخرين موسيقيين كبار. نعم. الهادي شنوفي اللي هو خال والدي، واللي انا مدين له بكل ما تعلمته من مالوف وعزف. عنده كثير من الانتاجات الذي شنوه في كثير من المعزوفات والسماعيات في الكتيبات. السماعيات فعلا. نعم. نادالهم كان يعزف على البيانو الهادي شنوفي. اي. وشميل يعزف على الكمانجا. والطاهر عبو طاهر وكوكب دربوكا. وانا من حسن حظي كنت نمشي مع خال والدي اللي نعيطلو خالي هادي شنوفي. وحضرت التسجيلات اللي تمت في الاذاعه في السنوات 60. وهكاك حضرت وحفظت شويه من مالوف وكالطابع التونسي. في مقر الاذاعه جديد ولا في ساحه العمله استاذنا؟ لا 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 الاذاعه جديد في استوديو خمسه. في استوديو خمسه. نعم. معناها هذايا نجم نقول لك عام 65 64 حاجه هكا. كنت نرافق معناها نلحلح بخالي باش نمشي معاه باش نسمع، خاطر نمشي للدكان نتاع الجميل ونشوف كبار الموسيقيين علي السريتي ورضا القلعي واحمد القلعي ما نعرفهمش، انا صغير عمري 5 سنين 6 سنين.
اما كنت نشوف حسن الغربي اي ف وبعد نحضر انا بروفه. البروفه هذيك نسمع جميل يعزف تونسي تتمتع ويعزف متعة. كان يعزف ديما ما تعرف قبل كانوا يعزفوا الا على وتر المحير المحير نعم ما يبطوش القرار تقريبا جمله اي ويعزف حتى في الجوابات ما شاء الله انا سمعته بصراحه وعجبني برشا هذاك الاسلوب اللي كان موجود ودارج معناه كان هذا كان موجود كان دارج صحيح كما قلت لك اللي بداوه اللي قبله هو فنرجع القدور الصرافي هو امتداد اذا لهذه المدرسه التونسيه في العزف على الكمانجه نعم مع تطويرها طبعا وفي اخر المرحله نتاعو من حياته كان عازف رباط في الفرقه القوميه وسافرنا مع بعضنا انا كنت معاهم اذا كان عازف كمانجه في الفرقه صحيح. القوميه نعم مشينا لامريكا مشينا لتورنا العاديد المغرب العربي العربيه العربيه والاوروبيه وامريكا اي صحيح ما شاء الله ما شاء الله اي وقدمنا وكان هو يعزف رباب وانا تعلمت عليه رباب حتى انا عزفت رباب في فرق قوميه وفي فرق اخرى. وما نحبش حتى على روحي احنا محور الحديث اللي هو قدور الصرافي ولكن ذكرته في اطار انه ما خلاش العلم نتاعه عنده بل كان يمروا الكلام ذا نتاعه وفي تدريسه للعود ولا الكمانجه ولا الرباب وخاصة العود في المعهد الوطني للموسيقى. اي. وخلى اثر وخلى تلامذه منهم الله يرحمه سي خالد بسه وغيره. صحيح. بارك الله فيك استاذنا الدكتور القدير الاستاذ فتحي صغنده، حبيت ناخذ رايك في هذا البرنامج، برنامجنا هذا في حلقته الاولى، اخترنا له أي. عنوان مع المايسترو، حبينا كاداره وكمنشطين وكتقنيين وكفريق عمل متكامل ان نسلطوا الضوء على المايسترو كمهمه كحرفة كتقنيات كيعني كهو العنصر الروح الأهم في تقديم العمل الفني للجمهور وهو يكون دائما بين ظفرين يعطي بظهره الجمهور يعني ممكن ما يتعرفش عليه الجمهور فقلنا المايسترو علاش ما نتسلطوش عليه شوية أضواء شنو رأيك في الفكرة؟ بين قوسين مونتي سفيان معايا سفيان العماري معك نعم مرحبا بك مونتي عاش كمان جاء لي في كنت يعني كنت في الفرقة الوطنية مع الأستاذ عبد الرحمن العيادي وأنت أعطيتني الاحتراف وعديت لي الاحتراف في بيروك في بيروك اي واشرت لي وربي يفضلك وتلميذك عايشك ربي يعزك استاذنا انا عندي حصه في الاذاعه تونس الثقافيه تابعتها غني عصفور نعم وخصصت سلسله للحديث عن من تولى قياده الفرق في تونس وسلطت حاولت نسلط شويه ضوء على دور هالشخصيه هذه وتسليط الضوء على اهم من تولى القياده في تونس الحقيقة ما كملتش حتى التوى قلت خلي ساعة وقفت في سي عبد الحميد الهلجية اي نحن باش نجيو على اهم المحطات نعم فهمتني من بعد اللي بعد معناها خلي الوقت باش ما نكون خاطر انا واحد منهم اي هي بالطبع انا تقريبا بعد بالهلجية توليت انا فرقة القومية قلتها وقبلها هي شبيبة موسيقية وقفت عند محمد سعادة الله يرحمهم ونعمهم اساتذتي وعبد الحميد الهلجية ف معنى حاولت نسلط الضوء على دور أحسن. قائد الفرقة شكونه شنو هو دوره شي عمل وشكون هما أهم من تولوا إذن نحن عندنا تقاطعات مع بعضنا ولكن نحب أنا على الهواء مباشرة نوجه لك الدعوة أستاذنا باش تكون ضيفنا لأنه نحن على الورق عندنا قائمة في المايستروات التونسيين اللي باش يشرفونا يا إما عبر التليفون إذا ما ظروفهم ما تسمحش أو يشرفونا بالحضور معنا في مدينة الحضارة والتاريخ مدينة قيروان ويريد تكون ضيفنا في أقرب فرصة ونسقوا مع بعضنا وتثري الحوار ونفرحوا بيك وتجيب حذانا بارك الله فيك سيدي إن شاء الله موافقين هذه دعوة مفتوحة في حلقة جديدة اللي تساهم في نشر الثقافة الموسيقية ربي يفضلك وربي يخليكم ويعوفكم ربي يخليك سي فتحي مش نسلم عليك أنا راني مراد بشير أنا راني تلميذك قريت عندك مرحبا معك مراد كرونيكور الحصة نتاعك كرونيكور الحصة أنا راني تلميذك قريت عندك في سيدي مرحبا. صابر يعيشك مرحبا بك مرحبا يفضلك سي فتحي يعيشك أنا فخور بكم نشوف تلامذتي تبارك الله يعيشك ياخذوا مناصب ويساهموا في في الإشعاع الثقافة التونسية نقول إن شاء الله نكونوا أدينا الواجب وهذا شرف لنا كبير اللي تلمذنا على سيادة قامات كبيرة كما أستاذنا فتحي صغندة سعداء كثير بالتواصل معك إذا متواصلين معكم جمهورنا الأعزاء إلى حدود الساعة السادسة ونخرجها على هذا النغم للفنان القدور السرارفي ولنا عودة فابقوا معنا